يقول السائل: إذا أتى العيد في يوم الجمعة، فللإنسان أن يصلي العيد ويحضر خطبة العيد ويترك الجمعة أو العكس، فما الحكم في ذلك؟ إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فلا بد من إقامة صلاة الجمعة، لا تترك صلاة الجمعة، لا بد من إقامتها، لكن المأمومون بالخيار، إن شاءوا حضروا مع الإمام وأقيمت صلاة الجمعة ولهم أجر الجمعة، ومن شاء أن لا يحضر ويكتفي بصلاة العيد يكتفي بصلاة العيد فله ذلك ويصلي ظهرا. لكن غلط بعض المنتسبين إلى طلب العلم، فصاروا في لما وافقت الجمعة يوم العيد صاروا يفتحون المساجد للظهر، وبعضهم يؤذن للظهر. هذا غلط، هذا غلط، لا تفتح المساجد يوم لصلاة الظهر يوم الجمعة، لا تفتح المساجد ولا يؤذن المؤذنون، ولكن الأفراد، أفراد الناس لهم الخيار، الأفراد، أما مجموع أهل البلد فلا، لا بد من إقامة صلاة الجمعة. نعم.